إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في أماكن وجودهم سواء في الأراضي المحتلة أو خارجها، هكذا وصفت منظمة العفو الدولية ما تمارسه السلطات الصهيونية من انتهاكات ضد الفلسطينيين. المنظمة الحقوقية أكدت في أحدث تقرير لها أن سلطات الاحتلال ترتكب جريمة ضد الإنسانية بهذه الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها منذ عشرات السنين، مشيرة إلى عمليات استيلاء هائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وأعمال القتل غير المشروعة والتهجير القسري للسكان والقيود الشديدة على حرية التنقل وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، مؤكدة أن كل ذلك يشكل أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. تقرير العفو الدولي لفت إلى أن الفلسطينيين يعاملون كجماعة عرقية دولية ويحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج في ظل سلطات الاحتلال في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة أو حتى داخل الأراضي المحتلة عام 48، ما يفرض على المجتمع الدولي التحرك ومواجهة تلك الجرائم وإجبار الكيان الصهيوني على التوقف عن منهجيته العنصرية. إن الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة وتحميها من المساءلة في الأمم المتحدة تساند نظام فصل عنصري، يقول تقرير العفو الدولية، مؤكداً أن هذه الدول تقوض بذلك النظام القانوني الدولي وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، ناهيك عن أن ذلك يقضي على أي أمل في حل قريب للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وينذر بمراحل جديدة من التوتر وانعدام الاستقرار في المنطقة. وبالنظر إلى تقرير العفو الدولية فإنها السابقة الأولى التي تتهم فيها المنظمة كيان الاحتلال بممارسة الفصل العنصري، ما يكسب القضية الفلسطينية في رأي محللين زخما سياسيا وحقوقيا يخدم مساعي الضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياساتها العنصرية.